على ضوء الاجتماع المشترك بين لجنتي المالية والتشريعية، والذي خرج بمنحة المتقاعدين وزيادة سنوية بمقدار 20 دينارا. كان الحضور لافتا لممثلي تجمع المتقاعدين في مجلس الأمة لمتابعة نتائج الاجتماع. حضرنا عند اجتماع اللجنة المشتركة المالية والتشريعية، والحمد لله خدنا الموافقة على المنحة، وافقوا على المنحة 3000 دينار وال20 دينار الزيادة السنوية تكون من السنة القادمة، وتصرف 30 دينار إن شاء الله السنة هذه. وطبعا شالوا هم عن خدمة 3 سنوات عن الأخواننا الموظفين، فبعد ذلك تتحول هذه للمجلس إن شاء الله للتصويت عليها. الحمد لله وصلنا لنهاية المنحة 3000، خلاص انسلت إن شاء الله بقانون، ومعها قانون العشرين دينار زيادة الراتب للمتقاعدين كل سنة 30 السنة هذه وعشرين من السنة القادمة 2023. فهذا الأمر إن شاء الله انتهى بقانون نهائي ما في رجعة. رئيس مجلس الأمة أبدى دعمه الكامل للمتقاعدين وحقوقهم ومكتسباتهم، وكذلك دعمه لتسريع عجلة الفائدة التي ستعود على شريحة كبيرة من المواطنين. احنا التقينا مع رئيس مجلس الأمة وطالبنا بأسرع جلسة، وقال أنا حاضر ما عندي أي مشكلة، واحنا اليوم ما طلعنا من هنا إلا نبي جلسة خاصة حق المتقاعدين. اليوم احنا التقينا مع رئيس مجلس الأمة وقالك أنا ما عندي أي مانع في أقرب وقت أني أقر هذه الجلسة وقوانين المتقاعدين. والناس برا من أول ما الناس تكلمت عن سالفة المكافأة، الناس طبعا كانوا حاطين بيجيلهم 8 واللي بيجيلهم 7، أما قالوا 3 الناس رضوا. بس الناس داخلين على أيام فضيلة الحين، الناس كلها تبي هالمنحة تنزل، مو مصدقين على الله، لأن تدري بالنسبة للمتقاعدين ما في راتب قبل رمضان ولا في راتب أصلاً قبل العيد، فقالت لك هذه فرصة. فإحنا هذا اللي نتمناه نحن كمواطنين، يعني هدفنا أنه يكون هناك استقرار في المجلس والحكومة للنظر في مصالح المواطنين في قوانين معطلة. يعني إحنا المجلس تعطل عندنا أكثر من سنة في تعطيل الجلسات والآخرة، الآن نحن بحاجة إلى هذه القوانين، يكفي تعطيل للمجلس. تفاعل نيابي في مجلس الأمة مع مطالبات المتقاعدين رغم العراقيل التي واجهها الملف في جلسة خاصة ماضية، لكن الإصرار النيابي أبى إلا أن يكون الحسم قريبا وقريبا جدا. أحمد الشمري، تلفزيون المجلس.